مبشر الصابرين. الحقيقة النهاردة مؤتمرنا الصحفي له علاقة أصيلة بما حدث بالأمس فيما يتصل بالحكم الصادر من محكمة النقض الخاص بالتماس إعادة النظر في القضية المعروفة باسم قضية الغد، وأيضا المؤتمر الصحفي خاص ببعض القرارات التي صدرت اليوم من الهيئة العليا لحزب الغد والمجلس الرئاسي لحزب الغد. هبتدي بالجزء الأسرع والأبسط وهو الخاص بقرارات الهيئة العليا لحزب غد الثورة، وكذلك قرارات المجلس الرئاسي لحزب غد الثورة، حيث اجتمع المجلس الرئاسي مساء اليوم وانعقدت بعده الجمعية العمومية وتقرر عدة أمور لها اتصال أيضا بما صدر بالأمس من حكم محكمة النقض، ولها اتصال أيضا بما صدر من حكم من المحكمة الإدارية العليا منذ 7 أيام بقيام حزب غد الثورة. حزب غد الثورة هو من أحدث الأحزاب المصرية التي خرجت، وهو أيضا من أقدم وأكثر الأحزاب المصرية إثارة للجدل وإثارة للدهشة. هذا الحزب كان حلم جيل هذا الحزب الذي خرج بمسماه القديم الغد في 2004، كان حلم برئة نظيفة تتنفس منها مصر بعد أن انسدت كافة الرئات الحزبية التي كانت موجودة في مصر في هذا الوقت بين موالي وبين متواطئ مع النظام السابق. خرج حزب الغد في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ مصر كي يحدث أثرا مختلفا. خرج كحزب يقدم نفسه كبديل، كمشروع بديل لمشروع سقط منذ 2005 وقبل 2005، لكن الحقيقة هو أعلن سقوطه رسميا يوم 25 يناير 2011. حزب الغد هو الحزب الذي قرر أن يخوض معركة المنافسة مع النظام السابق، قرر أن يتقاطع مع هذا النظام في كل النقاط، لم يقف في لحظة موقف موائمة أو موازنة أو مواربة، كان دائما كحد السيف كحد الصلابة في مواقفه في رؤيته في صراعه مع نظام كنا نؤمن أنه نظام ساقط، كنا نؤمن أن هذا النظام هو حركة سلبية في تاريخ هذه الأمة. هذا الحزب تعرض بعد 89 يوم فقط لأول أزمة من الأزمات، وهي اعتقال مؤسس ورئيس الحزب في هذا الوقت، فلم يحتمل هذا الحزب 3 أشهر. بعد 89 يوم يعني قبل ما يتم 90 يوم كنا بدأنا رحلة المتاعب مع هذا النظام، بدءا باعتقالي في هذا الوقت، مرورا بالتضييق على الحزب، مرورا بخلق صراعات من خلال دس بعض عناصر أمن الدولة داخل الحزب ثم عطائهم رخص، يعني كان بيطلع جريدة اسمها الغد بلا ترخيص، فنتضرر من هذا فلا يوقفها النظام ولا أحد يشعر أن هناك جريمة تتم. فجأة أعطوهم أوراق تفيد أنهم يمثلون حزب الغد وهم غرباء عن هذا الجسد الشريف النظيف. حزب الغد تعرض لمؤامرات كثيرة جدا، بدأت هذه المؤامرات باعتقالي الأول ثم اعتقالي الثاني أو سجني الطويل اللي تم لمدة 4 سنين، وكانوا بيتصوروا أن حذف رقم مهم في حزب الغد وهو أيمن نور يؤدي إلى إلغاء هذا الحزب، لكن هذا الحزب الحقيقة أثبت أنه حزب قادر على المواجهة، قادر أن يستمر. قضيت في السجن 4 سنوات، وكان حزب الغد يقطع كل يوم أشواط طويلة في الطريق تحرير هذه الأمة. من رحم هذا الحزب خرجت حركات كثيرة، من رحم هذا الحزب يوم 6 أبريل 2008 عندما أحصوا عدد المعتقلين في يوم 6 أبريل 2008 كان تقريبا 80% منهم من أعضاء وقيادات هذا الحزب. هذا الحزب هو الذي ناضل على الطريق الصحيح، حرقوا هذا المقر في 2008 بعد أن ضيقوا على شرعية هذا الحزب، نزعوا كل مقومات
الحزب بالتضييق عليه ماليا، بمصادرة أمواله، بمنعه من إصدار صحيفته بلا قانون وبلا سند. في النهاية كانت المعركة معركة طويلة جدا، انتهت في هذا المكان. في هذا المكان دعينا لأول عمل جبهوي حقيقي قبل الثورة، وهي كانت الحملة المصرية ضد التوريث التي خرجت من هذه القاعة. في هذا المكان دعينا للجمعية الوطنية للتغيير التي التقت في هذا المكان واجتمعت في هذه القاعة. في هذا المكان دعينا للبرلمان الشعبي، وهي تجربة فريدة في العالم، وكان أول برلمان موازي أو شادو برلمان يراه الشرق الأوسط والعالم. الحقيقة في هذا المكان أعلننا رسالة ارحل يوم 21 يناير من فوق هذا المنبر بقرار من الهيئة العليا لحزب الغد، وكانت هي الرسالة الأولى والشرارة الأولى في ثورة 25 يناير وقبل الثورة بأربعة أيام. هذه الرحلة الطويلة لم تنتهي يوم 25 يناير، ويبدو أنها لن تنتهي قريبا. بعد ثورة 25 يناير تصورنا أن الأمر حسم، وأن مصر الجديدة تتسع للجميع، وأننا كحزب ليبرالي، كحزب شاب، كحزب واعد، يستطيع أن يجد مكانه الطبيعي على خريطة العمل الحزبي والسياسي وفقا للآليات الطبيعية، بعيدا عن العمليات القيصرية التي كانت تحدث في النظام ما قبل 25 يناير 2011. لكننا فوجئنا عندما تقدمنا لنسترد حزبنا أن اللجنة الجديدة للجنة شؤون الأحزاب تسير على نفس نهج اللجنة القديمة، وبدأوا يدخلون في متاهات ودعاوي وقضايا ما زالت منظورة حتى الآن في نزاع وصراع على حزب الغد. الحقيقة التقينا هنا واتفقنا واختلفنا، وخرج بعضنا زي أخويا الغالي حسام سكرتير مجلس الحزب، وعاد بعضنا، لأن كان الكل مش مجمع على فكرة هل نقدم حزب جديد ولا ننتظر ونستمر في الصراع على الحزب القديم. عاد أردوغان بحكم قضائي، وكان بايع على الانتخابات أسبوع، يا سبحان الله، أسبوع على الانتخابات البرلمانية، وخرج، وأنا الحقيقة كتب مقالي بكرة في اليوم السابع عن هذا الموضوع، وخرج أردوغان من الحياة السياسية لشهور قليلة جدا، وعاد الطرف الأقوى في الحياة السياسية، وعاد تشكيل شكل تركيا الجديدة التي نراها اليوم ونفخر بمشروع. أنا بقول لهم الذين يريدون حذف مشروع غد الثورة أو الغد واهمون، لأننا لسنا صفحة تنزع من كتاب، ولسنا رقم يخصم من المعادلة، احنا رقم حقيقي في هذه المعادلة. احنا مش مشروعنا ان ايمن نور ياخد انتخابات رئاسية او ياخدها عبد المنعم بيت تونسي او ياخدها اي شخص اخر. مشروعنا الحقيقي هو مشروع لانقاذ هذا الوطن. مشروعنا مشروع سياسي وفكري، مشروعنا مشروع حضاري وديمقراطي، مشروع مدني من اجل مصر دولة مدنية، من اجل حقوق المواطنة والمساواة، من اجل الفقراء، من اجل العدالة الاجتماعية التي نؤمن بها من خلال افكارنا التي قدمناها في برنامجنا تحت عنوان الطريق الثالث. هذا الطريق ليس طريقا انتخابيا، انه نهج سياسي وطيار سياسي يرتفع ويخفض، يتقدم ويتأخر، لكننا على الدرب الصحيح. وانا بقول لهم احنا مكملين والمعركة قائمة، وبنقول لهم بشكل واضح النهاردة المجلس الرئاسي والهيئة العليا للحزب اختارت لمرحلة انتقالية لحين عقد الجمعية العمومية سعادة النائب عبد المنعم التونسي رئيسا لحزب الغد. وتم اختيار زملائنا نواب الرئيس بدءا من الزميل، مش عايز اقول الاسامي انسى الاسامي، المستشار مرسي الشيخ، الأستاذ محمد أبو العزم، المهندس محمد عوف، الأستاذ محمد المنصوري، كنواب للرئيس. نسيت أقول لكم أن الهيئة العليا اختارت أيمن نور زعيما لحزب الغد.
مساعدي الرئيس الأستاذ شادي طه والأستاذ سامح عطية والأستاذ أحمد غنيم والأستاذ عزة سليمان، الدكتور عزة سليمان وعزة إسماعيل. مين سليمان؟ كاتبينها والله سليمان، أنا مش عارف يعني، موجود سليمان يعني ما غلطناش. الأستاذ وليد أبو الخير السكرتارية العامة وأمين التنظيم، الأستاذ محمد فاروق سكرتير عام مساعد، الأستاذ أحمد يسري كاتبينه أيمن يسري، تغيرت يا أحمد. الأستاذ حسام علي أخي العزيز وابني الغالي أيضا، وهو من أقدم السكرتارية العامة المساعدة في حزب الغد، عاد إلى موقعه ونتمنى له أن نراه في مواقع أخرى أكبر. كذلك الزميل الأستاذ طارق عبد العزيز أمين للصندوق ونائبا للرئيس. وأنا بقول لكم إن الحقيقة اللائحة الجديدة اقتسمت الصلاحيات والسلطات بين مؤسسات الحزب بطريقة عادلة، أيضا وزعت بعض اختصاصات الرئيس على زعيم الحزب وبعض اختصاصات زعيم الحزب على الرئيس. لكن كل اللي أقدر أقول لكم عليه أن هذا الحزب سيعمل فريق عمل واحد. الهيئة العليا القديمة تم تجديد الثقة في معظمها، وسنعلن في الاثنين القادم إن شاء الله تفصيلا أسماء الهيئة الجديدة لحين عقد الجمعية العمومية وانتخاب الهيئة العليا الجديدة، وهي مكونة في لائحة جديدة من 300 شخص. أخيرا قررت الهيئة العليا اليوم عقد مؤتمر سياسي يوم الأحد القادم. فين بقى هذا المؤتمر؟ نقول الأول عن مضمونه ثم هنحدد مكانه. المؤتمر يوم الحد الساعة 11 صباحا، مؤتمر لكافة قيادات الأحزاب السياسية وأيضا مرشحي الرئاسة. وهذا المؤتمر لموقف ضد فكرة الإقصاء السياسي والإبعاد السياسي، وهذا الموقف ربما يتصل بشخصي الآن، لكنه في الحقيقة يتصل بحالة سلبية يجب أن نقاومها، لأن النظام الحالي يبدو، أو النظام الانتقالي، لأن أنا ما بقدرش أقول دلوقتي النظام الجديد، لأننا لا نرى أي ملامح لأي شيء جديد. يبدو أنه ينتهج نفس النهج، ويجب على كل القوى السياسية أن تقف موقف واحد في شأن محاولات الإقصاء والإبعاد. أنا بشكر زملائي رؤساء الأحزاب وعلى رأسهم سعادة اللواء عادل القلة الذي شرفنا اليوم بالحضور في هذا المؤتمر، وطبعا احنا هنكون محتاجين وجوده، هو رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، وايضا محتاجين وجوده في الـ ان شاء الله مؤتمرنا يوم الاحد، وهنستمع لكلمته يوم الاحد ان شاء الله الا اذا كان لديه كلمة الان. بشكر برضو الشاب الجميل أستاذ خالد الشبوكشي رئيس حزب فرسان المستقبل، بشكر اتحاد شباب الثورة الدكتور وائل علي على حضورهم، وكذلك محمد السعيد. فين محمد السعيد؟ كنت فاكرك أطول من كده يا محمد. وبشكر كل الحضور اليوم في هذا اللقاء، واسمحوا لي أن أنا هننقل الميكروفون إلى الصحفيين. إيه؟ لكن أنا هنكون في التجاريين مبدئيا، لكن بكرة أو الساقية، لكن غالبا التجاريين عشان يبقى قريب منكم هنا، أظن دي في شارع رمسيس، لكن هنأكد بكرة الميعاد يوم السبت الساعة 11، هنأكد المكان. أنا بترك خمس دقايق أو عشر دقايق الأسئلة إذا كان في حد من زملاء الصحفيين أو الوكلاء يحب يسأل أي سؤال. قبل الثورة بزمان أنا قلت وأنا في سجني إن أنا لن أطلب حاجة من أحد، وعندي استعداد أقضي بدل 4 سنين 40 سنة، ولن أطلب شيء من أحد. أعتقد أن هذا الحق في نص الدستور، في نص المادة 149 أو في نص المادة 56 في الإعلان الدستوري، لم يقترن بطلب من صاحب الشأن. إذا الدستور طلب هذا سأتقدم بالطلب. تفضل. هو الفرق بين يناير 2011 وبين شهر، احنا في شهر ايه؟ اكتوبر. الحقيقة مش فرق كبير يعني.
فرق درجة الحرارة وإلغاء التوقيت الصيفي باعتباره أكبر إنجاز أنجزته الحكومة الحالية. أنا سعيد من غير توقيت صيفي، والحقيقة يعني يبدو أن أنا سأضطر يوما ما أن أذهب إلى سجن طرة لأقبل رأس الأستاذ أنس الفقي بعد ما رأيناه في الفترة الأخيرة، وأتمنى أن أنا ما أضطرش أقبل أي حاجة تانية عند أي حد تاني. تفضل. لا الصحفيين، أنت زميلنا في الحزب. في حد من الصحفيين عنده أي سؤال؟ تفضل. صحفيين مصر اليوم. طيب يا سيدي قول. قول يا محمود. حضرتك بتدعو لمؤتمر لقيادة الأحزاب ورشاح الرئاسة للوقوف ضد فكرة العزل أو الإقصاء. كيف يتسق هذه الدعوة مع مطالب إقصاء وقايا النظام السابق والمشاكل؟ لا الحقيقة هو ده الفرق بين الزبالة والنظافة. احنا عايزين نطهر مصر من الزبالة مش من النظافة. وعايز اطمنك يا محمود، عايز اطمنك ان الحقيقة ان انا مش اللي داعي لهذا المؤتمر. وبهذه المناسبة انا عايز اقول ان سعادة اللواء طبعا هيكون له كلمة هيوضح ده، وانا كمان عايز اشكر الغائبين، عايز اشكر زميلي وصديقي ورفيقي حمدين صباحي اللي كتب امبارح على تويتر وعلى الفيسبوك ومتبني دعوة في هذا الاتجاه. بشكر الوزير عمرو موسى الذي قال تصريحات الحقيقة لابد ان اشكره عليها، وهي افضل بكثير جدا من تصريحاتي بشأنه، وانا بعتقد ان هذا الموقف مقدر ومثمن جدا من طرفي. وايضا اشكر السفير الاشعل وهو اتصل بي اليوم اكثر من مره وكان حريص ان يحضر المؤتمر اليوم، لكن قلت له احنا نعمل مؤتمر يوم الاحد ويسعدنا تشريفك. بشكر الزميله بسينة كامل، بشكر الزميل طبعا، بشكر ابراهيم عيسى لانه ده شقيق الروحي، بشكر اخويا كمان ايضا وشقيقي، واحنا بقول له احنا اشقاء في او احباء بالوراثه، وهو حازم ابو اسماعيل، لان حقيقه حازم ابو اسماعيل شخص طيب القلب محترم بيواصل الاتصال بيا للاطمئنان عليا تقريبا مرات متعدده، وانا الحقيقه بعتقد ان ده سلوك محترم يعطي امل في مصر جميله عظيمه، مصر تستطيع ان تحب بعضها البعض وتتواصل. وانا بقول لكم اعتقد انه لا خلاف بين مرشحي الرئاسه، واذا كان السؤال اللي انا عارف ان مصر اليوم هتحاول تساله، ولماذا لم يتم دعوتك في اجتماعات مرشح الرئاسة؟ أنا عايز أقول خبر أن المجلس العسكري هو الذي طلب من أحد منظمين هذه الاجتماعات عدم دعوة أيمن نور على وجه التحديد. وأنا بقول لك لو عايز تسأل أكتر من كده لازم تسأل المجلس العسكري بيعمل كده ليه. تفضل. شوفي الحقيقة أنا جاوبت بتوسع جدا امبارح عند عمرو أديب في الأوربت عن هذا السؤال، لكن احنا عندنا بدائل كثيرة قانونية وسياسية. البدائل القانونية إن احنا قدمنا هو طعن على الحكم الذي صدر بالأمس وفقا لنص المادة اللي أنا قريتها، المفروض أن يعاد عرض الأمر على دائرة أخرى في محكمة النقض. لكن كمان احنا بنعد لالتماس إعادة نظر جديد، وفي أسباب جديدة وجدية لإعادة النظر في هذه القضية. وأخيرا هناك طريق سياسي، زملائي وإخواني رؤساء الأحزاب وزملائي مرشح رئاسة الحقيقة هم أصحاب المبادرة فيه، وأنا هنقل الكلمة لسعادة اللواء عادل القلة لأنه أيضا في مقدمة المتبنين لهذه الخطوات، هو والزميل ناجي الشهابي في حزب الجيل، والحقيقة كل زملائنا رؤساء الأحزاب متبنين هذه الخطوة وبيعدوا مذكرة بهذا المعنى، والحرية والعدالة أيضا شركائنا في التحالف الديمقراطي من أجل مصر.